مي وقال يفغن في سبيل الله عز وجل ما يموت مثلا الشاهد يسميس عزيز أرسيدي ربي ولا غل اسم ذا المرة ما إلا يدر أقرأ يسنسكي يرفض الحمد لله الله يبارك مما ذوين أن يظن خاطئ وإذا ما نغال سمحتي يروح الجهاد داكي ما نغال في قبيلة ولكن وقت يسمح على الطاسيس فريق اللان تساوين يتزون الروح للجهاد قولون يا الجزائر يا الجزائر أنضحي الفداء نطفي ذرار نرنا الاستعمار في الحرية نعهد الوطن ذويذ يموثن ورنحب سارة ألا من حرد ثمورث عزيزنا تسع اللواء يعني تورد مما يسفر ننزي كما استعرف ثم استقبالي ثم أتصرحون ذي الإطاراقي باش الزون روح الجهاد.